بصوت مرتفع وفم مفتوح تجذب ضحكة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الأنظار في كل ظهور لها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان آخر المعلقين عليها، أعلن أنه سيدعم هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأبدأ إعجابه بضحكتها قائلاً إن لديها ضحكة معبرة ومعدية تظهر أنها في وضع جيد. ترامب سخر من ضحكة منافسته ووصفها بالمجنونة التي يطلق عليها كمال الضاحكة. وتعد الضحكة جزءاً من شخصية هاريس وأحد أهم أساليبها للتواصل لإطفاء جانباً مرحاً على حديثها، كما أنها تعتمد عليها أحياناً في مواجهة الأسئلة الحرجة، ما يمنحها بعض الوقت للتفكير أو للتهرب أو التخفيف من التوتر. وتكتسب الضحكة دوراً أكبر في حملتها الجارية للفوز بمقعد الرئاسة، إذ تتبع هاريس ومرشحها أيضاً لمنصب نائب الرئيس تيم وولز استراتيجية الدعابة والضحك لجذب الناخبين. وبينما تسود السخرية اللاذعة أو الدعابة العدوانية في حديث أصحاب المناصب الكبرى، تعتمد هاريس وولز على دعابة هادئة ومتواضعة وفق مراقبين، ويستخدمان الضحكات سلاحاً انتخابياً في مواجهة سخرية وهجمات ترامب على خصومه.